إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر صبيحة يوم الأحد. الطقس بارد هنا بمدينة تطوان بطبيعة الحال، فكان شوية ديال الضباب يملأ المكان، ولكن مع خروج الصباح فالضباب تلاشى بسرعة. المتتبعي قناة شوف تيفي هذه الأجواء الصباحية هنا مباشرة من الحمامة البيضاء. كما قلنا متتبعي قناة شوف تيفي، فالجو بارد صبيحة يوم الأحد مع نهاية هذا الأسبوع بطبيعة الحال، فقبل قليل فكان ضباب كثيف يملأ المكان، ولكن مع يعني شروق أشعة الشمس فالضباب تلاشى بسرعة كبيرة. متتبعي قناة شوف تيفي هذه الأجواء الصباحية هنا مباشرة من الحمامة البيضاء هنا بمدينة تطوان. إذا متتبعي قناة شوف تيفي صباح الخير، صباح النور عليكم جميعا، ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله. إذا المتتبعي قناة شوف تيفي في إطار التعليق والتفاعل مع هذا المباشر، فبغيناكم تقولوا لنا كيف هي الأجواء بباقي المدن المغربية، واش عندكم نفس الأجواء يعني نزول برد قارس خلال هذه الفترة الصباحية، أو يعني الأجواء تختلف عندكم عن باقي المدن المغربية وعن مدينة تطوان؟ إذا متتبعي قناة شوف تيفي هذه الأجواء الصباحية التي تشهدها الحمامة البيضاء في هذا التوقيت بالضبط، أي 8 تقريبا و20 دقيقة في هذه اللحظة. إذا الكل هنا يترقب سقوط أمطار الخير خلال هذه الأيام المباركة، نتمنى إن شاء الله أن أمطار الخير أنها تزورنا مرة أخرى، أنها تساقط خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. الأمطار تعطي راحة نفسية جميلة للإنسان في اللحظات اللي كتكون كتساقط فيها. إذا متتبعي قناة شوف تيفي صباح الخير، صباح النور عليكم جميعا، ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله. فاليوم كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوف تيفي، فالجو بارد هنا بالحمامة البيضاء، جو يعني هاد برودة الطقس فهو يعطي الرغبة في القيام بجولات صباحية، للقيام برياضة المشي أو الجري أو ممارسة كرة القدم. كثيف، ولكن مع بروز أشعة الشمس فهذا الضباب انجلى بسرعة كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوف تيفي. هذه هي الأجواء الصباحية، فاليوم من المتوقع أن يكون الجو صحو وجميل بمدينة تطوان. هذه هي الأجواء الصباحية هنا مباشرة من الحمامة البيضاء.
أجواء جميلة، أجواء رائعة طبيعة الحال، فالجو صح سيكون اليوم، والكل هنا يترقب سقوط أمطار الخير. هذا ما نتمناه إن شاء الله خلال هذه الأيام، أن تتساقط أمطار الخير وتعود للتساقط مجددا فوق سماء مدينة تطوان. كما قلنا فقبل لحظات، فكان ضباب كثيف يملأ سهل وادي مرتيل، ولكن مع سقوط أشعة الشمس على مدينة تطوان فالضباب انجلى بسرعة. إذا المستبق، أنا شفت به، نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله، كلها أفراح ومسرات، كما نتمنى لكم يوما سعيدا إن شاء الله. إذا المستبق، أنا شفت به، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.